الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما تسمى فرضية الدخل النسبي أو نظرية الدخل النسبي Relative Income Hypothesis or Theory. هذه نظرية من نظريات الاستهلاك المهمة التي قدمها عالم الاقتصاد جيمس دوزنبري. كما ذكرت، تعود هذه النظرية إلى عالم الاقتصاد الأمريكي جيمس دوزنبري، ركز فيها على ما يسمى الدخل النسبي Relative Income، الدخل النسبي أي دخل الفرد نسبة إلى مداخيل أو دخل الأفراد الآخرين، وليس يعني هذه ليس على الدخل المطلق، بمعنى آخر أنه أهمل قضية أو مسألة الدخل المطلق ما يسمى Absolute Income كما تصورته النظرية الكينزية أو The Keynesian Theory. يقول دوزنبري في هذه النظرية بأن الإنفاق الاستهلاكي Consumption Expenditure للفرد يعتمد على دخله الشخصي نسبة إلى دخل الآخرين في المجتمع المحيط به. بمعنى آخر، شخص سالم، أحمد، محمد، جورج، يقارن الآن دخله بدخل الآخرين ويتصرف في ضوء ذلك حسب هذه النظرية، ما يعني بأن الإنفاق الاستهلاكي الفرد يعتمد على موقعه النسبي في توزيع الدخل للمجتمع الذي يعيش به. ويقول دوزنبري بأنه لو ارتفع دخل كل فرد في المجتمع بنسبة متساوية، فإن الموقع النسبي أو ما يسمى relative position للفرد يبقى عند المستوى السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع الدخل المطلق أو ما يسمى absolute income. إذن لاحظوا هنا ماذا يقول، أنه لو ارتفع دخل كل فرد في المجتمع بنسبة متساوية فإن الموقع النسبي the relative position للفرد يبقى عند المستوى السابق. يعني افرض أنه عندنا 10 أشخاص الآن دخل كل واحد فيهم مثلا 1000 دينار، لنفترض أنه أتتهم زيادة متساوية 100 دينار، إذن أصبح كل واحد منهم 1100 دينار، معنى ذلك أنه لم يتغير الموقع النسبي لكل منهم. أما إذا الآن واحد دخله 1500 دينار وآخر دخله 1000 دينار، فالأول أقل من الثاني. عندما ترتفع الآن نسبة الدخل للشخص الثاني، موقع النسبي يتقدم. قلنا الآن ولأن الموقع النسبي للفرد يبقى على المستوى ذاته، فإنه سينفق المقدار النسبي نفسه من الدخل. فمثلا لو أن الفرد اعتاد على إنفاق 90% من الدخل البالغ 1000 دينار، فإنه سينفق 90% من الدخل لو ارتفع إلى 5000 دينار، ما يعني بأن متوسط الميل للاستهلاك أو ما يسمى Average Propensity to Consume APC يبقى ثابتا حتى ولو ارتفع الدخل المطلق. نتابع. بيّنت الدراسات الميدانية التي قام بها عالم الاقتصاد الأمريكي سايمون كوزنت مستخدما سلاسل زمنية طويلة بأن الميل متوسط الميل للاستهلاك Average Propensity to Consume يبقى مستقرا حول قيمة ثابتة لمدة طويلة. وقد عزى دوزنبري صاحب نظرية فرضية الدخل النسبي هذه الظاهرة إلى العادات والتقاليد وحب تقليد الغير. لاحظوا العادات والتقاليد وحب تقليد الغير. تقول فرضية الدخل النسبي بأن المجتمع المحلي يستمر في إنفاق المقدار النسبي ذاته من الدخل proportion of income كلما زاد الدخل، أي أن بقاء الموقع المواقع النسبية للأفراد في توزيع الدخل عند مستويات ذاتها حتى مع زيادة الدخل لا يؤدي إلى تغير متوسط الميل للاستهلاك average propensity to consume. هذه أي أن the average propensity to consume أو متوسط الميل للاستهلاك يبقى عند المستوى ذاته. دعنا الآن نبين ذلك بيانية. شو المقصود فيها؟ على المحور الأفقي لدينا الدخل، دخل الأفراد من مستويات مختلفة، وعند الإنفاق الاستهلاكي على المحور العمودي، هذا الآن الخط المرجع اللي هو يصنع مع الأفق زاوية مقدارها 45 درجة. هذه الآن الاستهلاك، دالة الاستهلاك في الأمد الطويل C، في الأمد الطويل تساوي C، C الآن تساوي A B C Average Propensity to Consume مضروب في Y. يعني معنى آخر، حتى لو وضعنا Margin Propensity to Consume هون لن تختلف الصورة، لكن اخترنا أن نضع متوسط
الميل الاستهلاك حتى نبين فكرة دوزنبري. إذن هذا في الأمل الطويل. لنفترض الآن بأن مستوى الدخل كان عند الموقع هذا Why Not، عند هذا الموقع الدخل، وبالتالي حسب النظرية فإن الاستهلاك يكون عند C، هذه C Not، هذا الآن حسب يعني هذا الموقع لدالة الاستهلاك في الأمل الطويل C تساوي A B C في Y. فإذا كان الدخل عند Y Not أوكي، معنى ذلك بأنه سيستهلك عن سي نوت. لنفترض الآن بأن الدخل انخفض لأسباب معينة، وهنا طبعا نفترض بأن واي نوت بقيت إلى مدة طويلة نسبيا، أي استقر الآن، استقرت عادات الأشخاص اللي يتميزون بهذا الدخل، استقرت عاداتهم على الاستهلاك والإنفاق وما شابه. فلنفترض لسبب ما انخفض الدخل من واي ون من واي نوت إلى واي ون. الآن النظرية التقليدية، النظرية الكيزية تقول بأن الأفراد سينتقلون الآن، سينخفض الاستهلاك لأنه الآن الدخل انخفض، بالتالي فإن الإنفاق الاستهلاكي حسب النظرية التقليدية اللهم سينخفض من السي نوت إلى سي ون. لكن دوزنبري بيقول إنه الأشخاص اللي هو يعني دوزنبري صاحب فرضية الدخل النسبي، يقول الأشخاص الذين اعتادوا أن ينفقوا من هذا المقدار A B C من هذا المقدار، فإنهم يعني سيحاولون الإبقاء على الإنفاق الاستهلاكي على مستوى عالي مهما كانت الأسباب، يعني قريب من هذا المستوى من الاستهلاك C not، يحاول ثم يحاول، فيضطر إلى الآن إلى زيادة متوسط الإنفاق لديهم من الدخل المنخفض حتى يبقوا على عاداتهم الاستهلاكية. ما يعني الآن أنه لن يعني ينخفض الاستهلاك من سي نوت إلى سي ون، سيختاروا نقطة معينة هنا حسب هذه النظرية، هذه النقطة السوداء الصغيرة بتقول الآن بأن الاستهلاك قد ينتقل من سي نوت إلى الآن هذا الموقع سي نوت برايم، سي واحد برايم، أي أنها هذه سي واحد برايم أعلى من هذه القيمة، يعني بمعنى آخر أنهم ضحوا بجزء من استهلاكهم لأنهم اعتادوا هنا. ولنفترض الآن بأن الدخل ارتفع، ارتفاع الدخل إلى Y3 يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى C3 حسب هذه النظرية. لكن لنفترض بأن الدخل انخفض الآن، أو يعني في طريقه الانخفاض الآن، سيعدل هؤلاء المستهلكون أو المنفقون نمطهم الاستهلاكي بعد، يعني يجبروا أنفسهم حتى يقللوا الاستهلاك، وبالتالي لن يذهبوا إلى سي نوت حسب يعني حسب النظرية التقليدية. إذا انخفض الدخل من واي 3 إلى واي نوت، المفروض أنه قيمة الاستهلاك أن تنخفض من سي 3 إلى سي نوت، لكن هم اختاروا هذه النقطة، هذه النقطة بتقول أنه سي برايم 3، بمعنى آخر أن الانفاق الاستهلاكي بعد جهد جهيد انخفض من هذا المقدار إلى هذا المقدار، لكنه يبقى أعلى من هذا المقدار نتيجة للعادات والتقاليد. هنا أختصر هذا الكلام كله، ارتفاع الدخل بالطراد إلى Y not أدى إلى ارتفاع الاستهلاك إلى C not، يعني هنا الآن ارتفاع الدخل إلى هذا المقدار أدى ارتفاع الدخل الاستهلاك عفوا الانفاق الاستهلاك إلى C not. بعد ذلك بمدة طويلة نسبيا انخفض الدخل إلى Y1، هذه الآن مدة طويلة نسبيا، ما يعني بأن الاستهلاك حسب النظرية الكنزية سينخفض إلى C1، هذا حسب النظرية الكنزية. لكن حسب نظرية الدخل النسبي اللي هي فرضية الدخل النسبي التي تعود إلى كوزنت عفوا إلى دوزنبري، تقول بأن الأفراد سيحاولون البقاء عند مستويات الاستهلاك العليا التي سادت قبل انخفاض الدخل، لأنهم تعودوا على ذلك، وهم يقارنون أوضاعهم أوضاع الغير، ما يعني بأنهم سينفقون نسبة أعلى من الدخل. يترتب على هذا السلوك، هناك أثران لهذا السلوك، هما أثر المظهر demonstration effect وأثر السقاطة بالشد لو سمحتوا، وأثر السقاطة ratchet effect. ما هو أثر المظهر وما هو أثر السقاطة؟ نتابع. أثر المظهر demonstration effect هو سعي الأفراد إلى تقليد بعضهم بعضا بالسلوك الاستهلاكي، وعلى سبيل المثال يحاول الشخص الفقير تقليد جيرانه الأغنياء
في سلوكهم ومظهرهم ما أمكنه ذلك. الآن هذا لاحظوا لي الانيميشن غريب، هذا هنا هذه المرأة تقول يعني تعلن بطريقة ما، طبعا هو فيها مبالغة لكن حتى تصل فكرة لكم أحبة الطلبة والمتابعين، تقول اشتريت حقيبة ثمينة، وهذا يقول وأنا اشتريت، هذه أفقر من هذا بنفترض، أنا اشتريت حقيبة ثمينة أو غيرها، المهم أنه يعني حاولت تقليدها. وأنا هذا الشخص يقول أنا أحب السفر إلى لندن، هذا يقول أنا أحب السفر إلى باريس، كلها فقط من أجل المظاهر. فإذا أثر المظهر demonstration effect هو سعي الأفراد إلى تقليد بعضهم البعض بالسلوك السلاكي، وعلى سبيل المثال يحاول الشخص الفقير تقليد جيرانه الأغنياء في سلوكهم ومظهرهم ما أمكنه ذلك. أخيرا أثر السقاطة ratchet effect، فهو عدم تمكن الأفراد من الإقلاع عن عاداتهم الاستهلاكية. هذه الآن السقاطة، لاحظوا لي هاي عندي مسنن هنا، المسنن يدور بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه، لكن السقاطة الآن تمنع أنه يرجع إلى الخلف، فعدم تمكن هاي اللي نسموها الراتشت، هذه هاي القطعة نسميها راتشت باللغة الإنجليزية اللي هي السقاطة والعزقة، فعدم التمكن من الإقلاع عن العادات الاستهلاكية. لاحظوا لي هنا الآن السهم بهذا الاتجاه، نفترض أنه المسننات الكبيرة هذه، لكن هنا الآن هذا الاتجاه بعكسه، وبالتالي عدم تمكن الأفراد من الإقلاع عن عاداتهم الاستهلاكية خاصة السيئة، هاي نسميها أثر السقاطة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم جميعا أحبة الطلبة المتابعين لهذه القناة الفائدة المجوة من هذه الفرضية المهمة جدا بنظريات الاستهلاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.